السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث اليوم عن شجرة تسمى بشجرة العسل أو شجرة تتراديوم دانييلي. أتحدث عن هذه الشجرة لأني رأيت العديد في دول العالم يزرعون هذه الشجرة. العديد من المهتمين بمجال النحل والعسل يزرعون هذه الشجرة، فأردت التحدث عنها. هذه الشجرة اسمها تتراديوم دانييلي أو ما يلقب بشجرة العسل، وسميت كذلك لأنها تعد من أكثر الأشجار ظهورا في العالم، بل من أكثر الأشجار التي يتغذى ويرعى فيها النحل. وكذلك أن أزهارها تبقى من الربيع إلى آخر الصيف، أي 6 أشهر كاملة، ويمكن أن تتجاوز ذلك في المناطق الحارة. لذلك يفضلها مربو النحل عن غيرها من الأشجار، حتى أن العديد من النحالة في الدول الأوروبية، وقد شاهدت ذلك، يزرعون هذه الشجرة بكثافة، وهو ما شد انتباهي. وأعتقد أن اهتمامه بهذه الشجرة يعود للفوائد الجمة والعديدة لها. توجد هذه الشجرة بالأساس، أو الموطن الأصلي لهذه الشجرة بالأساس، هي جبال الهيمالايا الشرقية إلى اليابان، وكذلك جنوب جاوا وسومباوا. تلقب بشجرة العسل أو شجرة 100,000 زهرة، لأن أزهارها في الحقيقة هي أزهار سخية وجذابة للنحل. كما توجد كذلك هذه الشجرة في جبال في شمال الصين، وفي محافظة جوهينسي وكوريا. هي شجرة سريعة النمو، يصل طولها إلى 20 متر، وكذلك يصل عمرها من 15 سنة إلى 40 سنة أو 40 سنة. كما أن أزهارها تستخدم للعديد من الأشياء الأخرى، مثل إنتاج الزيت الذي نستخدمه في المطبخ، وكذلك للشعر. والكوريين في الأصل هم من الأوائل في استخدام زهرة هذه الشجرة. تتراديوم هي شجرة، ولكن الشجرة المعنية اليوم ليست تتراديوم فقط، بل تتراديوم دانييلي، لأن هناك العديد من الأنواع الأخرى لتتراديوم، لكن هذه الأشجار ليست معنية، بل الشجرة المعنية هي تتراديوم دانييلي، لأن الأشجار الأخرى من نوعية تتراديوم لها بذور سامة. بالنسبة لزهرة تتراديوم دانييلي تعتبر كما قلنا من أغنى الزهور بالسكر، وكذلك حبوب اللقاح هي أيضا مصدر جيد لغذاء النحل. الزيت كذلك المستخرج من بذور هذه الزهرة أو من بذور زهرة هذه الشجرة عفوا يستخدم في الطب الصيني التقليدي منذ عهد أسرة هان في سنة 206 قبل الميلاد. لها من بعض خصائصها أن لها تأثير على الاحتباس الحراري في الجسم، وكذلك تستخدم لعلاج آلام المعدة والأمعاء والصداع والتهاب المفاصل. كذلك هي فعالة ضد التقيؤ والسرطان، ولها خصائص مضادة للتخثر ومنبهة وطاردة للديدان. زهورها لها طعم قليل شيء مرير وحار جدا. أعزائي، شرحت اليوم شجرة العسل أو شجرة تتراديوم دانيلي، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.